سامي شعلان، عنده 41 سنة، شغال في الأمانة الخيرية، مولود هنا، شغال في الورد بقالي 20 سنة، دبلوم صنايع قسم ميكانيكا، والدنيا وكده خليتنا اشتغل في الورد. أنا كنت اشتغلت حداد وأنا صغير وبتاع، وكبرت شوية بعد الدبلوم، كنت والدي مصوراتي أصلا، كان فوتوغرافيا، والمحل ده كان تصوير، كان في مراكب بتطلع من مازبيرو للقناطر، كنت بشتغل عليها، كنت بنزل ابيع افلام واجر كاميرات وكده. بطلت موضوع التصوير طبعا، كان في امكانيات وكده دخلت فيه وكده، والحاج ما طورش فسيبنا التصوير. وبعد كده بقى انا اتعرفت على واحد صاحبي شغال في الورد، مهنته في الورد، هو شغال في الري، واتعرفت عليه واشتغلت في الورد، اتعلمت طبعا، قعدت معاه سنه وكده وفتحت بقى انا الورد. احنا كان عندنا جناين هنا، وكانت الارض دي كلها ورد، والدنيا كانت جميله، وكان عبد الحليم بيغني هنا، وكان ام كلثوم بتيجي هنا، حاجه جمال ربنا فيها، تمشي في وسط الزرع كده تشمي ياسمين وورد وعطر وفل. طبعا كل ده بيأثر بشخصيه الواحد، ما يطلعش بيتنرفز، ما بيعملش مشاكل، ما بيزعلش حد، ما بيعملش مشكله. القناطر ليها ريحه زيها زي ميه اسكندريه بجد، مش هدور يعني، القناطر ديت فيها شوق، ليها ريحه، ليها رونق، ليها جمال، ليها موقع. احنا في القناطر الخيريه، بلد ريف، بلد مش متحضر قوي قوي قوي، طبعا في تكاتك كتير قوي واقفه بتتفرج علينا هنا، وطبعا في زحمه، طبعا ما فيش يعني، بلد ريفيه مش اكتر ولا اقل، بس هي متعتها في كده برضه يعني، بلد ريفي لسه مش مدينه يعني، مش زي محافظه، مش زي بنها، مش زي القاهره، بيبقى في تنظيم سيستم، في نظام، في الدنيا تبقى عدله يعني، احنا واحده واحده برضه. انا بجيب الورد من الجيزه، من الاخصاص. طب دي واحده، بجيب الورد من الرخصاص ومن الجيزة، وبجيبه من المناشي، وبجيبه من عزبة الأهالي، بجيبه من كذا حتة تبع القناطر برضه يعني، كل الأماكن دي تبع القناطر. في ناس بتجيني من اسكندرية يعني، في ناس بتجيني من اسكندرية، يعني بنخفض السعر شوية وبنعمل شغل كويس، في ناس بتجيلي من بره، من كتير من بره كمان. لو اعتمدت على بتوع القناطر بس ما ينفعش، إمكانيات مش ضخمة هنا برضه يعني، هنا مدينة صغننة، فاهم قصدي؟ ونفس القناطر انها تتحط انها مدينه سياحيه، تتحط القناطر، ما هي القناطر لو بقت مدينه سياحيه او مدينه مهتمه بيها، هتبقى القناطر اهل القناطر كلهم بقوا حاجه كويسه.